في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا واحد المشكلة عندنا عند صحاب البي سي. هذا الشيء كاين عند البي سي، ما عندناش عند الاس اف في. صحاب الاس اف في غادي تحسبوا الموصلية إيه، ولكن ما غاديش تلقاو هاد لي كور بحال هاد الشكل هذا. دونك البي سي عنده هاد لي كور. غادي نشوفوا شنو هي لا كونديكتونس الموصلة، لا كونديكتيفيتي الموصلية، والعلاقة كونتخ لي دو. هاد العلاقة اغوتونيغ، يعني هاد العلاقة حفظها تكون عندك، تكون عندك. سينو تلقى لا ميثود باش تلقى هاديك جي كتساوي سيغما اس على ال اي. تعرف حاجة وحدة، ان جي جي اللي هي موصلة لا كونديكتونس، الوحدة ديالها سيماس سيغما، الوحدة ديالها سيماس متر موازن. يعني هاد المتر موازن خاصو يتسامبلي فيها باش تلقى هاد السيماس كتساوي سيماس. هادي لا سيرفاس، لا سيرفاس اللي هي المساحة المتر كاري مقسمة على لونغيور اللي هي المتر. إلا شدينا متر كاري قسمناه على متر غتبقى عندنا متر، متر في متر موازن غادي يطير، غتبقى عندنا سيماس كتساوي سيماس. شكون هي لا سيرفاس هادي؟ كيما درتو داك العام في البخوميا غاني خديتو هاد لا سيرفاس هي المساحة نتاع الصفيحة. كتاخد واحد دو بلاك ايدونتيك، يعني واحد الفيليز مثلا نحاس باش عارف تكون بحال بحال. المسافة بيناتهم يعني كنصطلحو حنا مثلا هي ال، وهذه المساحة ديال هذيك لابلاك ولا الجزء المغمور. حنا غادي نغمرو المساحة كاملة، يعني تاخد هذه المساحة هذه وكتقسمها على الطول هذا لا ديستونس اونتر لي دو بلاك فوا سيغما تعطيك انت جي. العلاقة الثانية هي اشنا هي؟ هي هاد السيغما هادي لي هي موصلية كتساوي هي لا صوم ديال لي زيون، التركيز نتاع لي زيون. هاكا تدخل في التركيز نتاع الايونات، ما تدخلش شي حاجة أخرى غير لي زيون، يعني التركيز تاع الأيونات فوا لاندا فوا كل عادي كتسمى الموصلية مولية الأيونية ديال كل أيون، يعني لا كونديكتيفيتي مولار أيونيك دو شاك أيون. إي ربط البال هنا مثلا غتلقى دي زيكزارسيس بحال ليكزارسيس لي خدمنا، دي زيكزارسيس تلقى فيهم دي زيون كاينين في لا رياكسيون وكاينين دوطخ أيون كاينين فين، كاينين في المحلول. يعني ربط البال ما بين لا سوليسيون اي لا رياكسيون، كاين فرق ما بين المحلول وكاين فرق ما بين المعادلة. المعادلة نقدروا نلقاو فيها شي ايونات و نقدروا المحلول نلقاو فيه شي ايونات ما كاينينش في المعادلة، اللي كنسميهم الايونات غير نشيطة، لي بالفرونسي لي زيون اناكتيف. يعني تقدر مثلا بحال ان ا بلس كما شفنا حنا، ان ا بلس كاين في المحلول ولكن ما دخلش في المعادلة. يعني رد البال تاع لي زيون هادو كاملهم اللي كاينين في المحلول، هادو لي زيون اللي كاينين في لا سوليسيون اللي كاينين في المحلول، يعني كاملهم تشد ليا التركيز ديالهم وتشد لاندا ديالهم اللي تيعطيوك في المعطيات فوا لاندا اللي عندك ديال الموصلية المولية الأيونية. هادي هي سيغما. إلا بغيت تلقى جي يكفي باش تمجي بلي اس على ال. هاد اس على ال غارمون فاش نلقاو حنا نيت فغيمون اس على ال، يعني قليل غادي نلقاو اس على ال، ولكن دافو غادي نلقاوها هي هكا اللي كيسميوها الثابتات الخالية. الثابتات الخالية الوحدة ديالتها هي متر، باش يبقى عندنا ديما متر ظروف متر موازاة باش يبقى عندنا ديما سيمنس كتساوي سيمنس. و سيغما هي عندك الوحدة ديالها ديما عندك سيمنس متر موازاة. نجيو حنا للتمرين، هذا هو الطاني تاع بس 2010 دورة عادية، عطاونا جي بالميلي سيمنس بدالة الزمن. المشكلة اللي توقعت في الكلام وفاش يبغوا يخرجوا لي التأدمي، يعني تحديد التأدمي زمن نصف تفاعل. راه التأدمي التعريف ديالو هي عرفنا اول حاجه نمشيو نعرفوا شنو هو التعريف ديالو بعدا اشنو هو اكس في اللحظه التأدمي. اكس في اللحظه هي هو التقدم لافونسمون ديالنا في اللحظه التأدمي كيساوي اكس ماكس على جوج انتا في هذه اللحظه هذه التأدمي. هذا هو التعريف، يعني ما ديرش لي هذا الغلط هذا تكتب لنا بلي التأدمي كتساوي هي اكس ماكس على جوج. لا هذه ما خدامهاش، لا اكس في اللحظه التأدمي كيساوي اكس ماكس على جوج. هاد العملية هادي إنت كتبقى إلا كان عندي غير منحنى بحال هاكا، كان عندي دي وعندي هنا إكس، عطاونا المنحنى ديال بحال هاكا، إذا كناخد إكس ماكس هي ونقسمها على جوج، إكس ماكس على جوج ديال الإسقاط ديالي ونقدر التأدمي. هادي فاصيل، هادي سهلة، دغيا هادي أنا عند الإس بي، هادي أنا بزاف كان عند الإس بي. حنا كسلنا دابا في هاد الحالة عطاونا جي، يعني ماعرفتش نشد دابا أنا جي ماكس ونقسمها على جوج تقدر تحيا أنا، والإسقاط ماعرفش يجيني، لا. فهاد الحالة كنمشي كندير أول ميثود، شنو هي أول إيطاب؟ كنمشي كنعرف التعريف ديالنا. إلا شفتو في التمرين لقينا بشي حنا لقينا هادي كيفاش تحسب هادي، راه يسوفي باش دير هاد لاغولاسيون ديال سيغما. إلا ما عندكش مشكل في التحويل راه أصلا عطيو لنا كاع التراكيز عطاهم لينا حنا في هذاك التمرين مول متر مول تخوا. عطاونا الجي هي لقيناها 2.15 ناقص 3 ناقص 0.72 إكس. أنت راه ديما ديما خاص تكون عندك إكس هنا ويكون عندك هذاك اللي تيعطيونا هنا. مثلا عطاونا هنا جي، عندي جي بدلالة إكس. مثلا الامتحان ديال 2011 شنو عطاونا؟ عطاونا الضغط، عطاونا دلتا بي بدالة الزمن. وقيت انت واحد العلاقة راه لقينا في التمرين، مشينا نخدمو في التمرين لقينا دلتا بي فوا اكس ماكس
سيغ دلتا بي ماكس كتساوي اكس. يعني ديما انت عندك اكس بدلاله هذاك اللي تتقلب عليه انت. انت شنو غادي دير دابا؟ غادي تحاول تقلب لي على جي تا ان دومي، جي في اللحظه تا ان دومي، وغادي تحط لي على اكس في اللحظه تا ان دومي. شنو غادي تشد؟ هاد اكس في اللحظه تا ان دومي شكون هو؟ هو اكس ماكس على جوج. يعني غادي تحيد لي دابا هاد اكس في اللحظه تا ان دومي، وغادي تعوضو باش اكس ماكس على جوج. اكس ماكس راه ساهل، عرفتي كتحسب المتفاعل محيط التقدم الاقصى. دابا غادي نمشي دير هنا الكالكول ديال اش ديال جي اللي هي مواصله في اللحظه تي ان دومي. في اللحظه تي ان دومي كدير الكالكول ديال كيخرج لك شي عدد هنا. حنا خرجت لنا في 10 اس ناقص 3 جو بونس 1.78 سيمنز. هنا باش عرفتي لنا هنا ميلي سيمنز، يعني هذا هو 1.78 ميلي سيمنز. ودابا قلب سير قلب على هاد العدد اللي عندك هنا 1.78 ميلي سيمنز. دير ليه لا بروجيكسيون ديالو ديال الاسقاط اللي تلقى في هاد الحالة اللي تلقى تاع الدومي. يعني مايمكنش علاش تطبق التعريف ديريكتومون ولا طبقنا التعريف وعوضنا اكس في اللحظة تاع الدومي باش اكس ماكس يعود عوضها في العلاقة ومشيت حسب جي تاع الدومي درت ليها الكالكول حساب عاد مشيت درت انا التحديد تاع تاع الدومي ميزانيا. يعني التأدمي ديما كيتحدد مبيانيا، خاصنا ديما لاكون هنا ميم شوز. عطاونا دالة تزايدية، شكون هي هادي؟ هادي هي دلتا بي ماكس. يعني باش تاخد تاني نفس الهضرة بغيت تاخد ليا هنا دلتا بي، هذا هو الفاريابل هو دلتا بي، وبغيت تاخد التأدمي هنا وبغيت تاخد التأدمي تاني. شكون هي اكس في لحظة التأدمي؟ هي اكس ماكس حسب التعريف على جوج. وحكمت على دلتا بي في لحظة التأدمي فورا إكس ماكس مقسومة على دلتا بي ماكس. غنمشي ليك هادي مع هادي وجيب دلتا بي ماكس هنا، غتولي لنا في الآخر دلتا بي التأدمي كتساوي هي دلتا بي ماكس على جوج. واش دلتا بي ماكس في هاد الحالة هادي دلتا بي ماكس قسمها على جوج، داكشي لي خرج ليك هنا دير لا بروجيكسيون ديالو تحت التأدمي. وانت لقيتي التأدمي باش يا إما المينيت يا إما الأور يا إما السكوند يا اما الجور على حسب لينيتي ديال لو طون اللي عندك. حنا كنعرفو بلينيتي اللي تعرفو حنا انترناسيونال هي السكوند. ماشي تدير ليها تحول لا خلاها بالمينيت لا حنا باش دير علاقه خلاها بالمينيت خلاها بالاور خلاها بالجور خلاها باش ما بغيتي. هنا راه كانت عندنا جو بونس مينيت التمرين هنا كانت عندنا مينيت. يعني اي ميثود اي ميثود كيما كيكون هنا ميو يكون جي تكون دلتا بي تكون سيغما تكون تركيز يكون اي حاجه ابار اكس لابد تكون انت علاقه فيها اكس وفيها هذاك اللي كيقلبوا عليه هنا باش تمشي تدير اكس ماكس على جوج وتحسب شحال هذاك الفاريابل اللي عندك هنا وتمشي تلقاه ميديانيا وتلقى الاسقاط ديالو تلقى التأدمي ديال ميديانيا. هذا هو المشكل ديال التأدمي في الحالات اللي كاين هنا لا كونتيكتونس ولا لا كونتيكتيفيتي ولا لا بريسيون. في حالة بريسيون بيان سور كنهضرو عليه إلا كان عندي ضغط، إلا كان عندي غاز ما كانش عندي غاز ما تهضرش على الضغط. في حالة إلا كان عندي تركيز ديال أي حاجة متفاعل أولا ناتج اي حاجه لبس تدير هاد لا ميثود هادي وعقل على العلاقات ديال سيغما وديال الموصل ديال فوالا.